السلام عليكم. هذه التجربة تذكرنا بشيء وأمر مهم جداً قد نكون غافلين عنه أو قد نكون غير ملتفتين إلى في حياتنا بشكل حقيقي، ولكن هو مرتبط في كل تفاصيل حياتنا. إن شاء الله نتعرف على تفاصيل هذه التجربة مع الناس. تعالوا معنا. شو أقول لك؟ معروفة عنا، محسومة عنا. رفع ايدي بالدعاء. تعتقد نفسك انه انت بار بوالديك؟ طبعا انا صراحة ما اقدر احدد يعني هل والدي راضين علي او لا، بس بالدرجة الاولى اشوف الظاهر انه راضين علي والحمد لله وشكرا. نفذت وصية والدي ووالدتي والحمد لله وشكرا. والله والله ايش ما نسوي مقصرين في حق الوالدين. القرآن يقول وبالوالدين إحسانا. الحمد لله كثر خير الله. الوالدة متوفية، توفي تراضي عني الحمد لله، والوالد الحمد لله الله يطولنا بعمره. يعني عائلتي عائلة بسيطة، تربوا ونشوا على خدمة الحسين سلام الله عليه. طبعا الأب والأم هم الأصل، وطبيعي الإنسان يتعامل مع الأصل. الأصل تعتقد أنك بار بوالديك؟ وخلوني في كل مجلس أقرأ الفاتحة لوالدي، والدي متوفي، أظل لحد الآن متواصل ويا والدتي وأقدم له الخدمة لحد الآن، لأن هو هذا الحسين رباني على هذا النمط. حسين كان من سيد البارين لوالديه، وأكيد الله ما حيوفقني. يعني يمكن ما كنت وصلت عند الإمام الحسين إذا أهلي ما راضيين علي. هم تعتقد أنه برك لوالديك مرتبط ببرك لإمام زمانك كونه هو الأب الكبير؟ ومن الوفاء لحق الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه هو سيد الشهداء، أن نأتي لزيارة سيد الشهداء وأن نبكي على سيد الشهداء وأن نعمل بسيرة سيد الشهداء. فأكيد هو الأب الروحي لي والأب الإيماني كذلك. وأنت تزور الإمام الحسين وتزور العتبات المقدسة، تستشعر وجود الإمام حاضر معك؟ لعله تنظر في وجوه الناس، تصفح وجوه الناس. شوف مثلا أنا عندما أزور الإمام الحسين عليه السلام أنوي الزيارة هي نيابة عن صاحب العصر والزمان، نيابة عنه. أكو فد مقطع خلي أنا أقرأ لك ياه، هو هذا يعبر عن كلام. رافع ايدي بالدعاء، أمنية عندي ورجاء، المهد شوف كربلاء، ونلتقي بصحن الحسين، نلتقي بصحن الحسين. تعتقد أنت تحب الإمام المهدي عليه السلام محبة حقيقية؟ أكيد، معروفة عنه، محسومة عنه. شو أقول لك؟ محبته في قلوبنا، وريد من الله ومن الحسين إن شاء الله. بلكن فد مرة مثله صاير المنتقي يصير وياه، فأنا أحبه هو يحبه، وريد من الله إن شاء الله تعجيل في فرجه وأشوفه. قرب الإمام هو فقط لغلغة لسان، قربي من الإمام هو عمل. أصلي صلاتي بوقتها، وكنت أصلي صلاة الليل، وكنت مثلا أطلب علوم آل محمد. هذا الشيء هو يحدد قربي من الإمام صلوات الله عليه. الإنسان اللي ما يستذكر إمامه يومية هذا صاحب جفة كبير، ما عنده قلب أساس، هذا قلبه حجر. دائما أتواصل بقراءة المجالس والعزيات، أهديها علما لصاحب الزمان وللسيدة نرجس سلام الله عليه. يعني حتى أطمئن، حتى من أنام أنام مطمئن، يعني أنه أنا مأمن أنه خلص الإمام راضي علي. يعني أدري الإمام يرضى بها من أن أخدم واحد الزميد، واحد ضرير. البارحة واحد ضرير ده يمشي يعني لزميت إيده هلقد فرحيد، قلت إن شاء الله الإمامة ترضى من عندي. حجي موفق إن شاء الله. احنا عندنا استبيان مدى حبك للإمام سلام الله عليه بمجموعة من النقاط، وإن شاء الله أنت راح تجاوب عليهن بينك وبين نفسك، يعني احنا ما نطلع عليهن بالي. وأنت تقدر نفسك أنت شقد تحب الإمام من خلال النقاط اللي راح تجاوب عليها. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك وثرى. وعدنا تعهد آخر راح تكتبه أنت، هذا التعهد. نعم.
وهذا راح نخليه في شباك بريد القائم اللي هو شباك ابو الفضل العباس عليه السلام، وان شاء الله مولانا يطلع على رسالتك ان شاء الله. هاي افتحها انا؟ افتحها نعم. أحسن شكرا جزيلا. اللي عم بتمنى اكثر شيء انه ارجع اجي ازور، وهذا عهد راح امسح ال21 وحط فوقها 40 يوم. الى متى احار فيك يا مولاي، والى متى واي خطاب اصف فيك واي نجوى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه التجربة، وإن شاء الله رح نأخذ هذه الظروف ونسلمها في شباك بريد القائم عجل الله فرجه الشريف، شباك المولى أبي الفضل العباس عليه السلام. ونسأل الله أن يمن علينا مولانا صاحب العصر والزمان أن ينظر إلى هذه الظروف، هذه العهود، هذه الرسائل. بروحي لبيك يا بن سمج روحي لبيك يا مهدي.